أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. واتقوا الله الله يحفظه الله يبارك فيه. واتقوا
الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ويكون الدين لله. وقال
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة صرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأتموا الحج والعمرة لله
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله دخل بس فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وإن كنتم من قبله
من الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا
والله سريع الحساب واذكروا الله صدق الله العظيم. حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا بالقرب منه واسألوه مثابا. الله جمعكم بأطهر بقعة وحباكم منه كرما وفضلا طابا. أحرمتم يا حظكم هللتم يا سعدكم كبرتم الوهابا.
يا أمة الإسلام، يا أمة الإيمان، يا أمة القرآن، أشرك مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غلابا وامضوا على دين الله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الأبواب. وهكذا أيها الجمع الطيب المبارك، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني صاحب المدرسة الغانمة بالمقامات والروايات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بشبرا اليمن بمحافظة الغربية. أيها الأحبة الكرام، كان معنا مخازن الفراشة الكبرى والإضاءة والإنارة والخدمات الفندقية المميزة تحت إدارة الحاج السيد الطحان المقيم بمركز ومدينة أجا، الصوتيات الحديثة تحت إدارة الحاج محمد سلام المقيم ببرهمتوش بمركز ومدينة السنبلاوية، الكاميرا الحديثة المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت إدارة الأستاذ علي بدوي المقيم بديار بنجم بمحافظة الشرقية. شكر الله عزاءكم.